اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين يتابعوا فينا في تونس اوبن و بارتنريا مع راديو اي اف ام. تويكا كنا نتفرجوا في الماتش مالك الجزيري ضد جوزيف كوفالكي من سلوفاكيا. جوزيف اللي عمره 26 سنة ومالك الجزيري اللي عمره 34 سنة. الحقيقة ماتش تعبنا برشا احنا نفسيا بيسك نستنى في مالك باش يتأهل للدور الأول والثاني واللانكار دومي فينال علاش الفينال، لكن مالوغوزمون سيتي با الكا. دونك جوزيف كوفالكي كان ربح مالك الجزيري 6-4 7-6. ان شاء الله في دي تورنوا اخرين يا ربي. وملك الجزيري يقعد ديما شامبيون تونيزيان، راهو ان شاء الله ديما متالق من تورنوا لتورنوا. فوالا احنا غدوي كنرجوكم ان شاء الله في تونس اوبن، لان في تنس كلوب دو تونس بارتناريا مع راديو اي اف ان افيك بوكو بلوس دو ديتاي. يلا باي باي ودمان.